انا عندي سؤال مخيرني يا ربنا، لو تساعدني لو سمحت. انا متجوز وانا ومراتي بنصوم وبنصلي وبنزكي وبنعمل كل حاجه مش تغضبك، بس عندنا مشكله. مراتي منعتها تنمص حواجبها، وبقوا حواجبها تخان، وعندها خلل هرموني وعندها شوارب، فهي مش راضيه تشيل الشوارب بتاعها، تقول انا مش عاوز اغضب ربنا، وانا حياتي جحيم يعني، مش عارف ابوسها هي في الشوارب. انا السؤال لحضرتك، يعني انت تستفيد ايه؟ انت تغضب بيه؟ طلعها 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 واتجوز صغيره، اتجوز صغيره، اتجوز صغيره، اول ما تطول شواربها سيبها وطلعها برضه واتجوز ثانيه صغيره. وانا نايم معاها لما بشعل الضوء بحس سعادتك نايم جنبي، هي شواربها زي شواربك بالظبط. انا مش عاوز بقى اقول الكلام مرتين، قلت لك طلعها واتجوز غيرها. وبعدين ايه شوارب؟ ومالها شواربي دي؟ مالها شواربي يعني؟ مالها؟ مالها شواربها زي الفل اهي اهي، ولا اتاثرت بالثوره ولا اي حاجه، قدامك اهو زي الفل اهو. ولسه وسيم زي انا وجمالي سبحني سبحني سبح سبح بحمدي سبح. شوف شوف شوف، ما انا ربنا بالحساب متجوز ست، اشوف الفراش لها شوارب وحواجب تخينه وجسمها مليان شعر ومش راضيه تشيلهم، تقول انا عاوز مش اغضب ربنا، اعمل ايه؟ مش عارف يعني اطلقها. روح شوف حد بقى يا كده، ما انا قلت لك بقى روح شوف حد ينيكك بقى، ما انتش عايز تسمع الكلام، ما انا وضحت لك. وبعض عباد ما بيفهموش، تعيد وتزيد ومفيش فايده، قلت لك طلع الوليه واتجوز بنت صغيره. تاني قولي شواربها شواربها،